تهافت عشرات الأطفال إلى داخل حافلة فور فتح الباب للاستمتاع بتصفح الكتب الكثيرة المنتشرة على رفوف أول مكتبة جوالة في كابول. بخطوة لافتة يرمي القائمون عليها إلى سد النقص الفادح في هذا المجال، وتستوقف المارة في الشوارع المقطرة للعاصمة الأفغانية هذه المكتبة المقامة في داخل حافلة زرقاء تحمل اسم الجوز، وهو خيار قائم على التشابه بين حبوب الجوز والدماغ. توتای از یام بسر مزاره است. توتایش میل از هر جای شیطانی دو برش میگیرم میارم.